بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرجة جيسون طيز من شايفين جلسة الدوري السعودي الحلقة الخامسة من الموسم الثاني. حلقة اليوم راح يكون عندنا التوقعات للجولة الرابعة. فراح نبدأ في أول مباراة عندنا راح تكون اليوم بإذن الله بين ضمك والشباب. بإذن الله الأسبوع القادم راح تكون السلسلة أفضل بإذن الله. خذوها مني بإذن الله مع الجولات الجاية بتصير السلسلة أحلى وتكون منظمة. فضمك والشباب اليوم الساعة 6:50 أتوقعها لضمك 2-1 الصراحة. نظمك بين أرضه وجمهوره قوي جدا. غير كذا ضمك يعني أنا أشوفه ما رح يفرط بنقاط المباراة. يعني حتى لو ما فازت 2-1 أتوقع تعادل 1-1. ما أتوقع الشباب رح يفوز الصراحة. نروح المباراة الثانية اللي رح تكون مؤجلة لكن خلنا نذكرها مرة واحدة، واللي هي تعتبر ثاني قمم بالجولة. بعد في قمة رح تشوفها بعدين اللي هي التعاون الرائد. صراحة أتوقعها لو صارت تعادل 1-1 لكن مباراة جدا قوية. نروح المباراة اللي بعدها الصاعدين ضد بعض في أرض العدالة. العدالة نحط القادسية ما في الا هذا يعني ما عندنا القادسية فنحط العدالة والباطن اللي هو أبها. فاليوم عندنا بكرة بإذن الله العدالة وأبها يوم الجمعة الساعة 6:20 أتوقعها. صراحة مباراة قوية لكن أتوقعها فوز العدالة بنتيجة 2-1. نروح المباراة اللي بعدها الفيحاء يستضيف الوحدة وراح تكون أولى مباريات كارينيو مع الوحدة. مباراة حلوة مباراة يعني أشوفها متساوية لكن بالنسبة لي أتوقعها بنتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين فأتوقعها 0-0. نروح لختام مباريات يوم الجمعة عندنا النصر العالمي يستضيف الحزم. الحزم أتوقعها اول مباراة والله تعادل يتعادل قدام التعاون بعدها خسر من امام الفيحاء وبعدها خسر باقوى نتيجة الى الان هذا العام 6-0 من الاتفاق. فما اتوقع الحزم يسوي اي شيء قدام النصر اتوقعها للعالمي 4-0. نروح لمباراة يوم السبت تفتتح بالاتفاق الفريق القوي هذا العام اللي انا اتوقع نجاحه وتوقع راح يكون اقل شيء من التوب 5 اتوقع يسويها الاتفاق. فالاتفاق راح يستضيف الفيصلي اتوقعها للاتفاق بنتيجة 3-1. اتوقع المباراة 3-1 للاتفاق. نروح ايضا لمباريات يوم السبت وعندنا مباراة حلوة ومتساوية يعني على مستوى الاهلي الحالي اعتبرها لا والله مو متساوية كمان الفتح جدا سيء هذا العام لكن ممكن الاهلي مع المدرب الجديد ينجح الصراحة. صح انه مدرب سعودي يعني انا ما اصغر من قيمه المدرب السعودي بالعكس المدرب السعودي شيء كويس جدا وزيد صالح المحمدي لاعب سابق في الاهلي بس مشكلته انه مدرب مؤقت لكن اتوقع نجاحه واتوقع الاهلي يفوز بنتيجه 1-0 على الفتح. نروح لقمه الجوله الكلاسيكو المباراه القويه بين الاتحاد في الجوهره امام الهلال. مباراه جدا قويه مباراه ممتعه شفنا في اسيا كيف فاز الهلال 3-1 لكن انا اتوقع في الدوري راح تنتهي برضو للهلال بس بنتيجة 2-1. فانتوا اعطوني توقعاتكم لهذا الجولة والصراحة الجولة الماضية كانت جدا مفاجئة يعني ما في احد اصلا توقع النتائج تقريبا يعني حقت المباريات اللي صارت فيها مفاجآت ابدا فصعبة جدا الصراحة الجولة الماضية. فانتوا تتوقعون تصير في ذي الجولة مفاجآت ولا لا؟ انا بالنسبة لي اقول ممكن تصير مفاجآت ممكن. فكما في سوالف جيمز نشوف مقطع ثاني مع السلامه.